عبادة المستضعفين في كل مكان. اللهم
المستضعفين في فلسطين، وانصر عبادة المستضعفين في الشام، وانصر عبادة المستضعفين في اليمن، وانصر عبادة المستضعفين في الهند، وانصر عبادة المستضعفين في الهند، وانصر عبادة المستضعفين الويغور. اللهم انصر عبادة المستضعفين في كل مكان، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، كفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، خوفا فامنهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم انصرهم على عدوهم وعدوك يا رب العالمين، اللهم انصرنا على أعدائنا فإنهم لا يعجزونك، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم، واجعل كيدهم في نحورهم، وشتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، وقيد رميهم، واجعل الارض وزلزل الارض من تحت اقدامهم، واقذف الرعب في قلوبهم، واجعل كيدهم في نحورهم، اللهم انزل الكتاب مجري السحاب، هاتم الأحزاب، انصرنا عليهم يا رب العالمين، اهزمهم وتهزمهم يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من المرتدين المغتصبين المحتلين، اللهم انصر عبادة المرابطين في كل مكان، وانصرهم على أعدائك وعدوهم يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، ذقها وجهلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اعتق رقابنا من النار، واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، واعتق رقاب أزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار، واعتق رقاب أصدقائنا ومشايخنا وكل من له حق علينا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في
فافرق علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نوافينا بيدك مار فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء اسقامنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا. اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم واجعلنا ممن يقال لهم اقرأ وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك برضاك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام